حسبنا؟ ولك مبروك يا وائل، نجحنا على الاثنين. ان شاء الله. ألف مبروك. مبروك. شرب. اديني 10 ليرات فلاطة إذا معك. بدي بشر أبيك طيب يفرح لي. إي والله. إذا زعلت مني وأنا كمان بدي بشر أمي. زيك. يا طبعاً بدي أزعل. يعني معقول تخلي رفقاتك البنات يضحكوا علي؟ يعني وإذا شربت مي بعد القهوة خربت الدنيا يعني؟ بعرف حبيبتي بعرف. شو بدك تعلميني أنت؟ لك بعرف إنه المي بتنشرب قبل القهوة، بس شو بدي ساوي إذا جابوا لي القهوة مرة كتير وتقيلة وطينت بتمي؟ لا والنهفة إني أنا طلبت من الجرسون قهوة وسط، قام جاب لي إياها سادة ودبريها إذا بتدبريها. مشان هيك صرت تضحكي أنت ورفقاتك علي، حلوة يعني؟ مطول يا أخ. حبيبتي صدقيني أنا ما بزعل منك. يعني معقول أزعل منك؟ لأنه إذا أنا زعلت منك وأنت زعلت مني يمكن نتعقد. ومنصير ندج الكلام لبعض دج. اخي فرط لنا اياها بقى وقولوا لها عندها وصالحها، هي رح تخلص بطاقه ونازل لعي لعي مسايك تيسر. عفوا وين في تليفون يا هون؟ إيه. بس شي 10 كيلو متر لقدام. شو 10 كيلو؟ ما تواخذوا شوي معصر، عرفت كيف؟ بسيطة يلا حبيبي يلا. حليل تيسر. يلا وائل فوت خبر والدك فوت. لا معلش خبر امك انت بالاول. هات العشر ليرات. ما تحكي فيها كلها؟ مرحبا ماما، باركي لي، نجحت. ألف مبروك إن شاء الله، ألف مبروك لك ابني. لك الله يرضى عليك دنيا وآخرة لاحة. هلا مرحبا، يعطيك العافية. بالله تعطيني أبو وائل إذا سمحت. مرحبا بابا، كيفك؟ إن شاء الله بخير. بابا بارك لي، نجحت.